يقول السائل: أبي معتكف، هل يجوز لي أن أزور أبي وهو معتكف وأكلمه في بعض شؤون دنيانا؟ أقول وبالله التوفيق: نعم يجوز ذلك، وذلك لأن صفية بنت حيي رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فمكثت معه ساعة ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم معها يوصلها إلى باب المسجد عليه صلوات الله وسلامه.